اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. على جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده سمك، وخليها سمك. يوم الاربع من كل اسبوع اتعودنا من اول ما بدانا مع بعض اكله امي بنعملها سمك، ويوم الجمعه بتتعاد بعد الصلاه مباشره بناء على رغبه الساده المشاهدين اللي بيتابعونا على القناه الاولى والفضائيه المصريه. طبعا من خلال السوشيال ميديا بنحس طلبات حضراتكم وبنلبيها مباشره. النهارده هتعمل لنا ايه سمك يا شيف؟ معايا النهارده السمك البلطي من خير مزارعنا، بنصدره للدنيا كلها من الارض الطيبه. البلطي بتاعنا بتحس ان فيه عسل كده، طعمه زي العسل، فانا عايز ادلعه النهارده واعمله بالدمعه من قلب الريف المصري والصعيد المصري. الدمعه لها اصولها ولها تقاليدها ولها التركايه بتاعت الريف المصري. تاخد معلقه زيت مع توم مع معجون طماطم وحب كتير، والسمك يعوم فيها بعد كده، بس نعومه مقلي ولا ني في ني؟ التفاصيل دي هنشوفها في الحلقه ان شاء الله. معانا جندفل النهارده هنعمله مع المكرونه بالكريمه. جندفلي ليه مشاكل كتيره مع الشوربه. الجندفليه لما بتشرب رمله او الصدفه، لان طبعا الجندفلي ده من القشريات زي الكابوريا زي الجمبري، بيتعرض للرمله بتاعه البحر، فالرمله دي لما بتشارك في طبق الشوربه بتقل مزاجنا وما بنعرفش العيب فين. فنعالج المشاكل دي وازاي نعمل مكرونه بالجندفلي. معانا جمبري النهارده واخواننا في الاسماعيليه وفي دمياط والناس اللي انا بحبهم، هنعمل لهم النهارده الملوخيه بالجمبري، وانتوا اشطر مني في عمايلها، انتوا اللي علمتوها لنا، اخواننا في الاسماعيليه صناع الرجاله والدميطه واسكندريه، ملوخيه بالجمبري مشهوره عندهم. هنعملها النهارده مع بعض ونشوف ايه التركايه بتاعت المغازي اللي تخلي طعم الملوخيه بطعم الجمبري، وطعم الجمبري بطعم الملوخيه. هنفك اللغز ده ان شاء الله مع بعض من خلال الحلقه. ولكن الاكل الحلو ده واللمه الحلوه دي ايه نتوجها بايه؟ نتوجها بمشروب لطيف حلو اسمها الليموناتا او الليمونادا بالسكر وبالنعناع. هنشوف نعملها مع بعض ازاي. دي ما بتنضربش في الخلاط، بنعص الليمون نقطع عليه نعناع نحط عليه مكعبات تلج ونقدمها على السفره بتاعتنا. مش عايز اطول حضراتكم لان عندي تفاصيل كتير وبدات ريحه السمك تهل. اوعوا تروحوا بعيد تاني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. خليها سمك النهارده، ولكن خلونا دايما السمك بيحب ان احنا نغير من الطعم نغير من الشكل، وخاصه لو في بلطي واحنا شطار في عمايله. فخلونا ندلعه النهارده ونعمله بالدمعه، دمعه حاره دمعه سبايسي، نشوف نعملها مع بعض ازاي. ولكن للسمك البلطي طعم مميز جدا، طعمه بيبقى معسل كده وحلو، وخاصه من خير مزارعنا بيبقى طعمه لطيف. تعالوا نعمله مع بعض النهارده ونشوف مقاديره على الشاشه. بلطي معانا الحبايه تعمل تقريبا من 500 ل 600 جرام، لازم يكون البلطي حجم كبير شويه في الاكله دي او في الوصفه دي. ومعانا توم وصلصه طماطم وزيت، حلو الكلام، ومعلقه سكر، والبهارات بتاعتنا ملح وفلفل وكمون وشطه وكزبره، حلو الكلام، اهي مقادير في متناول الجميع، ولكن الطعم عندنا وبس. تعالوا نشوفوا نعملها مع بعض ازاي. بنحضر طاسه كده على النار شديدة الحرارة، ومعايا حلة فيها مية معاها كرفس معاها طماطم معاها بصل معاها فصين توم، هي دي الشوربة بتاعتي اهي موجودة على النار بتغلي، حلو الكلام. هاخد البولت ده كده نشيل الراس بتاعته، دي أول خطوة، أنا مش عايز الراس في الأكلة دي، بس عشان أرفع الراس أرفعها من غير إيه؟ من غير لحم. حلو، والراس اللي تطلع معايا أحطها في الحلة اللي بتغلي دي كده، واحدة واحدة مع بعض، لأن عندي ملوخية وعندي شوية شوربة للدمعة اللي أنا هعملها للسمك، ممكن كمان الشوربة دي أستفيد بيها في حاجات كتيرة في طبق المكرونة اللي هعمله دلوقتي. فأنا عندي الروس السمك دي، ممكن تكون روس سمك بولتي سمك أروس سمك وقار سمك بوري، بحطها في المية كده تغلي وأنا شغال، وما تشيليش لحم مع السمك مع الراس يعني. تيجي عند المفصل ده كده أهو، تمسكها كده أهو، تقطعها كده من هنا تطلع معاك بكل سهوله، ما فيهاش حاجه خالص، حلو قوي. مع ان انا بحب الفص السمك اللي بيبقى جنب العين، حلو في السمك المالي. حلو قوي، اربع روس في قلب الميه، ونسيب الميه تغلي كده لغايه لما نحتاج لها ايه في الاكل بتاعنا. نجيب السمك بيتنضف بالشكل ده كده، ونشيل طبعا الصدفه دي كده،
كاننا هنعمله زيت وليمون. لازم دي تتشال، اوعى تحط السمك بالقشره بتاعته او بالصدف بتاعته، خلي بالك. تعالوا السمكه بتقطع بالشكل كده. انا من الناس بقى اللي بيحبوا ديل السمكه يظهر قدامي. ليه يا عم الشيف؟ عشان السمكه عنوانها ديلها، نعرفها اذا كانت قروس. تلاحظ ديل السمك البلطي بيميل للحمار، اللون الدم الغزال ده، فده يقول بلطي على طول. اذا عنوان السمكه خياشمها وديلها. تقول لك انا قروس، تقول لك انا بوري، انا بلطي، انا لوت، انا وقار، وهكذا. السمك اتقطع بالشكل ده كده جزل يعني من الاخر. وانت بتقطعيه خلي بالك السكينه ما تمشيش على السلسله، تضغط عليها بالسكينه كده. هنمسك السمك ده بعد ما نقطعه نتبله بفص ثوم حلو، شويه كمون، شويه كزبره، شويه شطه، يترش دقيق، يتحمر في قلب الزيت اللي بيغلي على النار، وبعد كده يسقط في قلب الدمعه. ونشتغل على الدمعه صح بالشوربه اللي انا عملتها من شويه اللي هي بتغلي على النار، ده الطبيعي. السمك ده بيتعمل بالزبده ولا بالزيت ولا بالسمنه؟ ده بيتعمل بالزيت، خلوا بالكم. معانا كده السمك جاهز زي الفل تمام. هنعمل ايه؟ هنتبله مع بعض، واحنا بنتبله نشوف هنتبله ازاي. حلو قوي. بنجيب كسرولة زي دي كده. اللهم صل على النبي. حد هيقول لي يا شيف ينفع نعمل اي نوع سمك بالطريقه دي؟ ممكن اي نوع سمك حابينه، ولكن انا حابب اعمل البلطي لان البلطي بيبقى طعمه حلو قوي مع الدمعه. واحنا شغالين كده، ادي التوم الطازه على التوم ده، شويه كزبره. بقول لك دلوقتي على تركية حلوه تخلي الخلطه دي تمسك في السمك، ما تسيبوش ايا كان. ازود شويه ميه هنا كده وانا ماشي. حلو. دايما لما بنعمل تتبيله للسمك بنلاقيها ثابت في الزيت واحنا بنقليه، فده ما ينفعش معانا خالص. البهارات بتاعتنا شويه شطه، شويه كركم حلوين، شويه كمون، دي التتبيله الحلوه، شويه شمر ناعمين، ملح وفلفل، فلفل ملح، مش هحط حاجه تانية. حلو الكلام. بلاش الزعتر بقى في اللي في الدمعه دي، خلي الثوم والكزبره كده تبقى شخصيتهم حلوه. افرك ده بايديا كده، كل التوابل دي مع بعضيها. التوم هنا هو سيد الموقف اهو، وانا شغال كده اهو. ركزي بقى في الحته اللي جايه. التتبيله اللي انا عاملها ديت عايز حضراتكم تركزوا فيها، لان هنا في مدرسه بتقول ايه؟ التوابل هي سر نجاح اكله السمك. شمر ناعم، كمون، كزبره، ملح وفلفل وشطه، كل دول مع بعض. انا حطيت هنا سنه شبت مفرومه ناعم، خلي بالك في الخلطه سنه شبت مفرومه ناعم. انا عايز الخلطه دي بتمسك في السمك، اعمل ايه؟ هي دي التركايه. باخد معلقه دي صغيره. حلو زي الفل. معلقه دي واحده اهي اهي بس خلاص. وعصير الليمون يا عم الشيف، ونقلب ده مع بعض، ونمسك السمك ده زي الفل. بس خلاص. ناخد بقى الايه السمك بتاعنا، شفت المعجون ده اهو. خلطه هنا مسكت، اول ما احطها في بطن السمكه مش هتفارقها لغايه لما ناكلها. سؤال جميل جدا، الفرق بين الاكله دي والصياديه، ليه سموها صياديه الاول؟ لان الصياد يملك في البحر الميه والمركب، ستر ربنا الاول طبعا، وبصل وتوم وطماطم. الصياد يقطع كل ده مع بعضه ويحطهم في قلب الحله، والسمكه اللي يصطاده هو ورزقه بقى يحطه في قلب الصياديه، اللي عشان كده سموها صياديه، اللي هي ايه؟ امكانيات الصياد. اما اللي احنا بنعمله دلوقتي الدمعه، الدمعه دي ما فيهاش بصل، فيها توم، فيها معجون طماطم، ما فيهاش توم طماطم عصير، وفيها شويه شوربه حلوين، وفيها فليفر وطعم، زائد شويه حب كده واحنا فين في المطبخ نتناغم مع الاكله دي كده. هناخد السمك الحلو ده كده يا عم الشيف بالشكل ده كده، ونحمره في قلب الزيت تحميره. حلو قوي، حلو الكلام. بس انا لو نزلته في الزيت كده هيحصل معايا مشكله. ايه المشكله؟ الخلطه هتسيب مني في قلب الزيت. اقوم اتعامل معاه ازاي؟ باخد شويه الدقيق دول كده
واروح عند الزيت بتاعنا ونبدا نحمر السمك ده واحنا واقفين مع بعض كده. اللهم صل على النبي. واحده واحده كده عشان الزيت هنا شديد الحراره. التحميره اللي انا هحمرها للزيت للسمك ده كده مش تحميره كامله، تقريبا نص سوا. حلو، مهم جدا على فكره. ليه يا عشيف؟ علشان تكمل سواها مع الدمع. عرفنا ايه الفرق بين الصياديه والدمعه؟ الصياديه بتاخد بصل وتوم، وبصل كمان بيبقى بصل صحيح باين يعني متقطع، وبطماطم وتوم. ناخد السمكه كده شفت الجو ده كده؟ احنا في النار هنا دلوقتي. السمك البلطي خلي بالك لما تيجي تحمري بالطريقه اللي انا شغال بيها دي كده، نبص كده قبل ما نطلع الفصل بتاعنا بعد اذن حضراتكم. ما تقلبش كتير زي ما انا حطيت كده. التحميره دي مهمه جدا. زيت شديد الحراره حطيتها في الدقيق، ده غير تحمير بولتي هناكله. انا هنا بعمل بلدن البولتي علشان هيخش على الصياديه او يخش على الدمعه. خلينا نقول دمعه، معلش المسمى بتاعها. فلازم يتحمر نص تحميره كده بالشكل ده كده. خلينا نطلع فاصل صغير ونعمل وش تاني علشان نبدا نعمل مع بعض التخديعه او الدمعه من الصعيد المصري والريف المصري، اللي بوجه له تحيه كبيره من ماسبيرو. اوعى تروحوا بعيد. رجعنا لحضراتكم بعد الفاصل نشوف مع بعض ازاي نعمل الدمعه على طريقه المغازي. اللي انا حطيته في الطاسه دي مع اساتذه المصورين حبايبي فرسان التلفزيون المصري، معايا زعتر بري، كزبره ناشفه، نزلت بيها قبل التوم، بنزل بالتوم. شفت الطريقه دي كده؟ هو ده طعم هنا جنان. زعتر بري مع تومه مع كزبره ناشفه، التحميره دي مهمه زي ما انا شغال كده. معجون الطماطم، اللهم صل على النبي. كل دول مع بعض يا شيف. هو ده. هنعمل ايه؟ معانا هنا الشوربه بتاعتنا اللي احنا عاملينها مسبقا، فاكرينها اللي فيها روس السمك. الصوره الحلوه شقاوه. خلص الكلام. تقليبه حلوه، صلصه لطيفه دي الدمعه. سيبها على النار كده تاخد غلوه تانيه التالته. الفليفر والطعم يا ساجده جايه من الزعتر البري والثوم والكزبره. تعالوا مع بعض الصلصه بتتعمل ازاي. انا اهم حاجه ان انا شلت الزعتر بعد ما خد غلوه في قلب الصلصه بتاعتي. اروق الدنيا كده، السمك بتاعي اتحمر، واسيب الصلصه دي كده. طبعا اللي ياكل من الصلصه دي ممكن يجي له مشاكل مع الكولون، نعالج مشكله الكولون بشويه سكر حلوين، معلقه تقريبا. نحط شويه البهارات بتاعتنا التانيين من الكمون والكزبره، حطينا شويه كمون حلوين، شويه شطه دي مع دي حلوه قوي على فكره، شويه كركم عادي، عايزها سبايسي كتر الشطه، الملح والفلفل بتاعك يا عم الشيف. السمك هنا جاهز، عايز انا بقى احطه في صينيه كده وادخله الفرن. وسمعنا طبعا ست الكل من اسكندريه، نوجه تحيه كبيره لكل اسكندرانيه حبايبنا، لهم طريقه كده في عمايل السمك طبعا يعني رهيبه، لان اسكندرانيه طبيعتهم بيعشقوا السمك. شايفين الصلصه دي كده؟ حطيت معلقه سكر، شايفين القوام ده كده؟ تاني الدمعه بتاعتي شايفين القوام عامل زي الكريمه اللباني كده. الصلصه بتاعتي تومه. التركايه اللي انا عملتها، حطيت الزيت، سخن الزيت، نزلت بزعتر بري، ما عندكيش الزعتر البري حط شويه زعتر عاديين، وحطيت الكزبره الناشفه اتحمرت مع التومه. كل ده ورا بعضه جاهز علشان تبقى جاهزه بالشكل ده كده. شايفين القوام ده كده؟ ولكن السمك اللي بعمله النهارده عدله رز ابيض، لان عامل ملوخيه وعامل مكرونه بالجندفلي على السفرة. الأطفال حابين ياكلوا مكرونة، أهلا وسهلا. أفراد الأسرة حابين ياكلوا رز أبيض مع الملوخية، أهلا وسهلا. السمك إحنا حطيناه بعد ما تبلناه، قلناه في قلب الزيت تلات أرباع سوا. اللي أنا حطيته ده نعناع، باخد الصلصة الحلوة دي كده وخليها إيه السمك يعوم فيها. يا دلعك. قولوا معايا بقى كده بصوت عالي، عايز الجيران يسمعوا.
الصورة الحلوة على شاشة القناة الأولى تتحدث عن نفسها. اه ده غير الصيادية. اه شايفين الجو ده كده. اه وانا شغال. لازم عنوان السمك يبان، ما ننزلش بالصيادية كتير، ما يغرقش السمك في الايه في الدمعة. بالشكل ده كده. درجة حرارة الفرن عندي 180. نصلي على الحبيب. يلا يا فاروق قلبك يطيب. هناخد الصينية دي كده زي ما هي. زي ما هي، مش هحط عليها حاجة خالص، ونحطها هنا في أرضية الفرن. يلا. بص عليها نظرة الوداع. بعد 10 دقايق 15 دقيقة حسب حجم السمك هنطلعها التسبيكة هنا جوه الفرن. مطبخنا النهاردة سمك، وخليها سمك النهاردة، ولكن بمدرسة المغازي بتقول البساطة والسهولة والمرونة هو ده هدفنا. خش المطبخ تصلي على الحبيب. عملنا البولتي بالخير ما زرعنا بالدمعة، مدرسة الدمعة، معجون الطماطم، خد الزعتر البري والتوابل مع التومة. عملنا كمان طبق مكرونة للأطفال الحلوين بالجندفلي والكريمة. عملنا ملوخية بالجمبري. بنوجه تحية كبيرة لكل أهالي الإسماعيلية وبورسعيد ودمياط واسكندرية وطنطا وكفر الشيخ وكل محافظات مصر عشان محدش يزعل مننا، ولكن السواحلية هم أشطر حد في عمايل ملوخية بالجمبري وكمان كفتة الجمبري بالرز. رؤية فن إبداع. نشوفه كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. منين يا مغازي؟ من ماسبيرو. We'll be right back.